دن عفوا دن مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة عين السبع الحين محمد. قبل قليل توصلت قناة الشعب قناة شوف تيفي بوفاة واحد الممثل فيلم علي زاو ملقب كويتا. انتقلنا لعين المكان اللي كان كيتواجد فيه، رغم انه كيف ما جا في التعليق اللي توصلنا به هو انه كان كيمثل الواقع، يعني رغم انه مثل في هذاك الفيلم ما تحسنتش الوضع ديالو كباقي الزملاء ديالو، انما بقى على ما هو عليه الى ان وافته المنيه باحد السكك الحديديه. معنا السيد اللي كيعرف اللي عاش معاه قبل ما يمثل الفيلم ومن بعد ما مثل الفيلم وغادي تكلمنا عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. شريف كويتا توفى الله يرحمه. شنو كتعرف عليه؟ كنعرف عليه قبل ما واش انت كتعرفو قبل ما يولي ممثل؟ قبل ما يمثل داك الفيلم قبل ملي كان صغار هنا كنا كنشوفو. شنو كانوا كيديروا هنا؟ كانوا كيجيو عند واحد السيده سميتها زويده هنا في واحد هذاك في هذاك التيره كانت تسكن تما في دايره شي برالك وما تيسكنوها تحت الشجرات وداك الشيء ديال ولا في راي وداك الشيء اللي كيعيشوا معاه تما. كانوا كيعيشوا معاه تما تيضلوا يبوعروا وداك الشيء وفي الليل تيجيو تما ديما تيسقيو لها في الماء وداك الشيء. بقاو تيعيشوا. السيده ساكنه في السكه ولا فين ساكنه؟ لا ساكنه في ارض دي كان خلاها لها باه وبقى الخاويه شنو؟ باه مات وهي بقات ساكنه تما. وحنا بوحده ما عندها ولاد ما لا عندها البنات. اه عندها البنات كانوا كيسكنوا مع البنات تم ديولها ملي دابا راه كتجمع داك المتشردين. في اللي جا كيجي عندها. اللي جا كيجي عندها تي كبر معاها تما وصافي هادشي اللي كان. دابا هاد الوليدات كانوا كيجيو عندها وكبروا معاها كيجيو عندها كيبقاو جا واحد الوقت كيتحازوا عليها يبقاو ساكنين معاها تما. جا واحد الوقت واحد المخرج سميتو نبيع عيوش هزو من تما داهم مثلوا داك الفيلم ديال علي زاوا كان سمع. واش هما بلاتي واش هما كانوا تما قبل ما يجي نبيع عيوش ولا من بعد ما جا نبيع؟ لا قبل ما يجي كانوا يعني كانوا عايشين من تما جا خداهم هو خداهم كي قال لي من بينهم العوينه ياك وعيسى وهذا منعيم اللي قلتي ياك. مشاو مثلوا داك الفيلم بدلوا الفيلم داو واحد المبلغ ديال المال ولا شي حاجه خسروا رجعوا لبلاصتهم رجعوا لبلاصتهم يعني غير تم الاستغلال ديالهم. طبعا ياك تم الاستغلال ديالهم ورجعوا لبلاصتهم رجعوا متشردين ورجعوا بقاو التمكير وداك الشيء التبوعير بقاو في الحاله ديالهم العاديه ديالهم. بقاو كيف كان. شنو وقع من بعد؟ كيفاش بقيتي كتشوفهم من بعد ما كانوا ممثلين ولاو عاوتاني رجعوا متشردين؟ وبقاو كيتشمكروا هنا وداك الشيء تاع مشات زبيده بقاو هما تيجي. زبيده فين مشات؟ شكون الزبيده؟ واحد الزبيده واحد السيده كانت ساكنه تما. فين مشات؟ استافدت. هاك استافدت. هما بقاو هنا. هما ما بقاوش في هذيك التيره ولاو هاك يدوروا هنا فين كنشوفو معاه كيمشي ويجي وصف. هاد كويطا هذا اخر مره شفتيه فوقاش؟ ورا شي 9 شهور بحال ما شفتيش. ما شفتوش ولكن قالك مشهدي واحد اليوم ولا البارح ما شفتوش لان زبيده ما بقاتش هنا. هاكاك يعني هو ما بقاش هنا في ذاك الوقت هما كانوا كيباتوا هنا في واحد كيمشي ويجي كانوا كيباتوا في واحد التيرة اخرى لهيه. اللي مشات زبيده تحولوا لهي لواحد التير واحد كيتسمى كان كيكون واحد الوزين ديال الرخام. اييه اييه كنا جينا عندهم تما باش نصور مع واحد الكوزين ديال الرخام ما بغاوش. لا راه هذيك زبيده هذيك الصوم. هذيك كانت زبيده ملي تحولوا لوزين ديال الرخام ما بقاش عندهم حتى شي ممثل. دابا انت سمعتي بانه مات ولا مازال ما سمعتيش؟ لا ما خبريش. يا راس العتاه ما شفتيش السيد اللي معاه اخر مره شفتيه شنو؟ واش كيقول لك تشكى من شي واحد واش مهدد واش عنده شي مشكل واش كيفكر ينتحر؟ سولته قلت لي انت فين شحال هذا غبرتي ما شفتك قال لي راه كنت في الحبس. اذا كان مشدود.
هاك يخرج ويرجع. شحال في عمره تقريبا؟ وراه تقريبا شي وراه في 30 عام. 30 في 30 بالفعل هذاك الشيء اللي شفت انا نهار جيت عنده باش نصور معاه. كان هو ذوك عيسى هذا ما كان. شكرا اخويا. مرحبا. اذا كان معنا واحد السيد. مرحبا مرحبا. كان معنا خلي ميك واحد السيد. كان معنا واحد السيد حارس ليلي هنا هنا امام السكه الحديديه. هنا مات؟ لا سمعتي بانه هنا مات؟ لا ما امام السكه الحديديه اللي توفى بها ربما داك كويتو ياك كويتو كويتا مسمى منعم واللي عطانا تفاصيل. انتوما اللي كتقولوا كويتا حنا كنقولوا له منعم ولا دوبل طيط صافي. دوبل طيط هذا باش كان علاش كان راسو كبير والله يرحمو بجميع الاحوال. الله يرحمو الله يرحمو الله يرحمو الله يرحمو الله يرحمو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله. انا لله وانا اليه راجعون.